بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كيف تكون أخا للشيطان دون أن تدري وتقع في أكبر الكبائر والعياذ بالله، وهو الإسراف؟ الرسول رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية أن الذي يبذر، أو في استخدام في النفقة وفي الطعام وفي الشراب، هو أخ للشيطان، وهو على حافة الكفر والعياذ بالله. ده الآية بتقول كده: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث خطير جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الوضوء مد والغسل صاع. الوضوء مد والغسل صاع، يعني معناه ايه؟ يعني انسان يتوضا بمد، مد ملء الكفين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بلترين ماء، لترين ماء. ف يعني انظروا، يعني الناس في هذه الايام كيف تسرف في استخدام الماء. ف هل انت وانت تفتح صنبور المياه للوضوء، هل تفتح الماء كما يفعل أكثر الناس؟ أكثر كثير من الناس يفتح الصنبور، يفتح الحنفية، يخلي الماء نازلة شلال. هو لا يحتاج إلا حفنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الوضوء مد. هو نظام الحنفيات ده أصلا نظام، ما هو نظام خاطئ، لأنه بيهدر ميه كتير جدا. لكن إحنا ممكن نتحكم في الماء القدر المستطاع، بحيث إن إحنا نقلل التهدير في الماء. لكن للأسف الشديد، لان المايه بتنزل زي ما احنا عايزين. لذلك ضربنا الله سبحانه وتعالى يعني دلوقتي الانهار بتجف الان في ناس كتير، وفي بلدان كتير مش لاقيه ميه خالص. ومن علامات الساعه جفاف نهر النيل وجفاف نهر الفرات، هيجي وقت مش هيبقى فيه ميه خالص. وفي بلدان ونجوع بتشرب ماء الصرف الصحي بسبب الاسراف والافتراء على نعمه الله سبحانه وتعالى، على نعم الله سبحانه وتعالى. هل انت وانت بتفتح المايه عشان تتوضا تفتح الحنفيه على اخرها، تفتح صنبور ماء على اخر، ولا بتفتح يكفيك انك انت تفتح صنبور ماء؟ صحيح الوقت هيطول شويه، يعني بدل ما هتخلص الوضوء مثلا في 3 دقائق هتخلصه في 5 دقائق، لكن انت وفرت ميه كتير. مجرد ان انت تفتح صنبور الماء وينزل ماء اكثر من اللازم، دي من الكبائر. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على سيدنا سعد بن ابي وقاص. طبعا زمان ما كانش في حنفيات، الناس كانت بتحط اناء وبتاخد من اناء على قدها، مش حنفيات تفتح والميه تفضل نازله، وبين غسل كل عضو عمال الميه عماله تنزل وبتهدر على الفاضي. لا، ده كان بيمسح بياخد من الاناء وعلى قده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا الصرف يا سعد؟ قال له: يا رسول الله، في الماء صرف؟ قال له: نعم، ولو كنت على نهر جار، يعني لو كنت قاعد على نهر لازم تكون مختص في استخدام الماء. لأن المسألة مش مسألة كثرة، المسألة مسألة حفاظ على النعمة. لأن أنت لا تدري غدا ماذا سيحدث، إذا كان في يدك مال كثير ربما تصاب بجائحة غدا. فالإسراف في استخدام أي شيء حتى لو كان عندك كثرة فيه يورث ضياع هذا الشيء. لأن ده معناها إن أنت معناها ان انت مش لا تعمل حساب للمستقبل، لان ما حدش فينا يعلم الغيب، ما حدش فينا يعرف غدا ماذا في الغد. فمحدش قالك تقطر، لكن الاسراف، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. فكم واحد بيفتح صنبور الماء ويضيع ميه كتير وهو بيتوضا؟ كم واحد لما بيجي يخش يغتسل يفتح الصنب... يفتح ال... يقف تحت المصفاه تحت ال... الدش ويهدر ميه كتير؟ كم واحد جال كم جالون ميه بيضيع؟ كم المرأة وهي في بيتها لما بتغسل الأطباق والمواعين بتهدر ميه قد ايه؟ حد قعد وحاسب نفسه وسأل نفسه؟ الوضوء مد والغسل صاع. الرسول صلى الله عليه وسلم بيغتسل بلترين ماء فقط. طبعا ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في المال وفي الماء وفي
لكن ده يوريني قد ايه ان احنا لازم نهتم. كم واحد بيهدر في الكهرباء؟ كم واحد بيخرج من اوضته او من بيته او يسيب الانوار مولعه؟ كم واحد بيطلع من الاوضه يقضي حاجات ويسيب المروحه شغاله بالساعات من غير ما يغلق المروحه، او يسيب التكييف مفتوح يهدر في الكهرباء؟ كل هذا من الكبائر وافتراء على نعمه الله سبحانه وتعالى. بلاش الخبز، اطنان من الخبز يوميا بترمى في القمامه، اطنان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من قوم اكرموا الخبز الا اكرمهم الله، وما من قوم اهانوا الخبز الا واهانهم الله سبحانه وتعالى. لذلك اهاننا الله سبحانه وتعالى. بس شوف نفسك كده بترمي بتهدر قد ايه في الخبز وبيترمى في القمامه، والفقراء يفتحوا يدوروا على الاطعام في القمامه وياكلوه وانت بترميه في الزباله. كم واحد بيجي الناس بتيجي تطبخ يطبخ اكتر ما هو مما هو يحتاج، وياكل ياكله وبعد كده الاكل يبوظ، يا اما يترمى في المجاري يسد المجاري، يا اما يترمى في القمامه، والفقير يفتح يدور على الاكل في القمامه عشان ياكله. مصيبه كبيره جدا، هتنزع البركه من حياتك ومن مالك. كم واحد بيشتري ملابس اكثر من حاجته يحطها في الدولاب، مجرد بس ان هو يلبس الصبح شيء والظهر شيء وبالليل شيء عشان يقال عليه ان هو في طرف وفي نعم وعنده صاحب مال، و نوع من المخيلة. يتعاجب يعني لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: كل ما تشاء والبس ما تشاء بغير إسراف ولا مخيلة، لكن ما تختلش على عباد الله سبحانه وتعالى. ده نوع من التكبر والعياذ بالله. تشتري لبس يحطه في الدولاب لمده شهور وهو ما بيستعملوش، ولو جاله فقير يطلب منه 10 جنيهات مش هيديله، هيفكر 100 مره قبل ما يديله. فشيء مصيبه كبيره جدا. حاسب نفسك، حاسب نفسك على كل صغيره وكبيره. لما بتيجي تستخدم الماء افتح صنبور الماء قليل جدا، سرسوب ميه يبقى نازل. لما تيجي تفتح الدش افتح الدش على اقل شيء عشان ما تهدرش ميه. ولما تغتسل تماما، لما تغتسل تماما وتحس انك ما تقعش تحت الدش بدون داعي وتهدر ميه، لان الميه دي بتنزل خلاص، انت اغتسلت وغلب على ظنك ان خلاص ريحه العرق انتهت والجسم بقى نظيف وتمام ومفيش اي حاجه. ما هي فائده الوقوف؟ ما هي فائده الوقوف؟ عايز تغتسل تستحم، سد المغطس بسداده واملاه واقعد فيه الميه عشان ما يحصلش تهدير ميه. لكن تفضل واقف تحت الدش نص ساعه وما نازله وخلاص اغتسلت مجرد بتهدر ميه. المراه فهي بتغسل المواعين، افتحي سرسوب ميه على قدك، ما تفتحيش ميه، لان حاسبي نفسك. لان الافتراء على نعمه الله سبحانه وتعالى يورث الفقر والذل والعياذ بالله. هو كثير من الناس بتضرب بالفقر بسبب هذا الافتراء على نعم الله سبحانه وتعالى. يعني انت تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المراه اللي بتفتح الميه على اخرها وهي بتفتح وهي بتغسل المواعين بتعمل كبيره من الكبائر وهي مش عارفه. الراجل اللي بيفتح الميه على اخرها هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، شوف الحديث بيقول ايه، حديث خطير جدا. المسح من اغسل اعضائك مره، فمن غسل اعضاء مره فهذا غسل المسلمين، من غسلها مرتين فهذا غسل المؤمنين، ومن غسلها ثلاثا فهذا وضوء المؤمنين، ومن غسلها ثلاثا فهذا وضوء الانبياء، فمن زاد على ذلك فقد ظلم وجار واسرف. يعني اللي بيمسح العضو بتاعه اكتر من 3 مرات وهو بيتوضا ظالم وجار ومسرف. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مجرد ان انت تمسح مره رابعه مره خمسه، الناس بقى كنت شاكك ان
في مره من المرات ما كانتش المسحه مظبوطه، كانت في حاجه، يبقى ممكن تفسح مره رابعه عشان تتاكد. لكن مره ده غسل المسلمين، المسح مره، غسل الوجه مرتين ده وضوء المؤمنين، الغسل غسل الوجه 3 مرات ده وضوء الانبياء، اكتر من كده ما فيش حاجه. لان انت عمرنا هنبقى احسن من الانبياء، اكتر من كده اصبحت ظالما ومسرفا. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، مجرد انت تمسح العضو اكتر من 3 مرات دون داعي اصبحت ظالم. ده طبعا بنقول عليك قد صغار وظلم واسرف، ده من الصغائر ولا من الكبائر؟ طب ما بالك بقى باللي بيفتح الصنبور على اخره وهو عمال بيتوضا، يفتح الصنبور على اخره وميه نازله، ده شلال نازل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك الوضوء مد يعني ملء كفين، والغسل صاع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل يعني معناه انك تغتسل في صفيحه ميه. فلما تيجي تشتري خبز اشتري على قدك، وحط عيش على قدك، ما تقطعش العيش والباقي ترميه في الزباله. لما تعمل اكل تعمل طبيخ اعمل على قدك عشان الاكل ما يبص ويترمي في الزباله. اطنان من الخبز كل يوم بترمى في القمامه. بالله عليكم في بلد زي جمهوريه مصر العربيه، كم العيش الخبز الذي يرمى يوميا في القمامه في الجمهوريه كلها؟ بيساوي قد ايه؟ اطنان، الاف الكيلومترات، الاف الكيلومترات بين العيش والخبز يرمى يوميا في القمامه. لذلك ضربنا الله سبحانه وتعالى بالفقر وبالوباء وبالغلاء. والماء هيجف في نهر النيل وهيجف في نهر الفرات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ده، وهنجوع بسبب هذا الاسراف. ما تشتري لبس، تشتري لبس على قدك، تشتري لبس على قدك، ما تشتريش لبس اكثر من اكثر مما تحتاج، وتحطه في الدولاب وما تستوى ما تلبسوش. ف اختصت في استخدام الكهرباء ما تفتحش. لما تيجي تخرج من اوضتك اقفل المروحه قبل ما تطلع، لما تيجي تطلع من اوضتك اقفل النور، الكهرباء. شوف اسعار الكهرباء وصلت لايه والماء وصلت لايه، وهو ده بسبب ايه؟ احد الاسباب الاسراف. عشان بعد ما كنت عشان خليك ربنا يخليك بالعافيه تعرف قيمه الشيء. ما هو لما كانت الكهرباء رخيصه كانت الناس ما بيهمهاش، لكن دلوقتي الناس بتفكر، لان هو الحكايه كلها لو مش عايز عشان ما يدفعش، لكن يرضي ربنا لا، هو عشان ما يدفعش فلوس. لكن الحاجه لما تكون برخيصه اصرف، اصرف استخدام الشيء للاسف الشديد. ف يعني لازم نحذر في استخدام الكهرباء واستخدام الماء وشراء الخبز والطعام والشراب والملبس. لازم تقتصد في كل شيء، والا هتعرض نفسك للغضب وسخط الله سبحانه وتعالى. فدي كبائر احنا نعملها كل يوم ولا نلقي بها لها بالا. يا ريت كل اللي سمعني دلوقتي يتقي الله، يتقي الله. لما تيجي تفتح الماء عشان تتوضا افتح صرصوب ميه، عشان حتى الوضوء يتقبل والصلاه تتقبل. ما تخلطش العمل بكبيره من الكبائر، اللي ممكن العمل ما يتقبلش. لما تفتح يعني هو ينفع الواحد يسبح ربنا سبحانه وتعالى وهو ينظر النساء؟ ما ينفعش، لن يقبل العمل. فلما تفتح الميه على اخرها وتهدر ميه وانت بتتوضا، ممكن ربنا ما يقبلش الوضوء، ما يقبلش الصلاه. ما انت متعمد وبتفعل كبيره من الكبائر وبتستخف بنعمه الله سبحانه وتعالى. لما تيجي تفتح الماء عشان تغسلي المواعين والحلل، افتح الماء على صوب ماء. لما تيجي تشتري عيش على القد وتحط عيش قدامك على القد، ما تخترميش لقمه في الزباله. لما في الطبيخ الانسان يطبخ على قده، لما يخلص الاكل يعمل غيره. لكن تيك اواي تجيب اكل تاكل نص الفرخه وتاكل باقي ترمى او بيتزا. بعض الناس ترمي العيله في البيتزا في القمامه، والفقير يفتح عارف، الفقير عارف ان القمامه مليانه اكل، يفتح يدور ويطلع وياكل. لا حول ولا قوه الا بالله. طب بالله عليك لو كنت تديها له احسن، بدل ما ترميها في القمامه ياخدها وسخه من الزباله، مش كان يكون افضل؟ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اشتري من الملابس ما يكفيك، ما تشتريش اكتر من اللازم، ما تختلش على عباد الله سبحانه وتعالى. لما تخرج من اوضتك اغلق المروحه او التكييف
تنزلش من بيتك الا وكل شيء مغلق. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، تشرف لي الجرس واشرق قناه لي، اسلمكم الجديد، وساعدوني على نشر سنه الله.